اعتراف أمريكي: تركيا حليف لا يقدر بثمن، وأردوغان ليس زعيما عاديا، ولكن برغم ذلك سنواصل مواجهة أردوغان. قالت مجلة فورين أفيرز ومقرها الولايات المتحدة في أحدث مقال لها إن تركيا باتت حليفا لا يقدر بثمن، وأن التعاون الوثيق هو الحل الوحيد للتعامل معها، مشيرة إلى أن أردوغان ليس زعيما عاديا، وأنه على الرغم من بعض مواقفه التي لا توافق عليها واشنطن، إلا أنه يعتبر الرجل الذي غير تركيا. وبالرغم من عدم رضا الإدارة الأمريكية التام عن سياسات الرئيس التركي، إلا أنها أقرت أنه ليس لديهم خيار سوى العمل عن كثب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية. وكتبت خلال المقال عبارة: سنواصل مواجهة أردوغان من خلال العمل المستمر مع تركيا. ورأى محللون أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تفصل بين تركيا كدولة وبين رئيسها الذي يمثلها، مؤكدين أنها سياسة ماكرة استخدمتها من قبل مع دول مجاورة كالعراق. وأشاروا إلى أن هذه السياسة لن تجدي نفعا مع تركيا، لأن الرئيس أردوغان جاء بانتخابات ديمقراطية وهو يمثل إرادة الشعب التركي، ولا يمكن تشبيه تركيا بأي دولة أخرى، لذلك لا مجال سوى التعامل مع أنقرة وفق تعبيرهم. وقالت فورين أفيرز إن واشنطن ستواصل مواجهة الرئيس التركي أردوغان في المستقبل المنظور، على الرغم من أنه ليس زعيما عاديا، رغم كل إنجازاته التي حققها لبلاده طيلة 20 عاما في السلطة. ونوهت المجلة الأمريكية لأنه لا يمكن وضع استراتيجية ناجحة تجاه تركيا دون فهم الخلفية التاريخية الأوسع. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تعارض تركيا على نار هادئة، لأنها لا تريد تفاقم صراع جديد في المنطقة من خلال إظهار أنها تدعم تركيا حتى لو كانت لا تدعم أردوغان.